السلام عليكم. ماذا يعني أن تكون قائدا؟ بداية دع عنك تلك الصور الذهنية الخرافية المرتبطة بالقائد، ذلك البطل الهمام العظيم الجسيم صاحب النظرة الحديدية الذي يعتلي جوادا بكبرياء ويمتشق سيفه ويحدق في السماء، ذلك البطل الذي يتكلم فيصغي له الجميع ولا يقاطعه أحد، صوته جهوري وكلامه قطعي لا يقبل المراجعة وقراره حاسم. دعك من كل هذه الخرافات، ارمها بعيدا واسمعني. ما الجديد الذي يجب أن تقوم به عندما تنتقل من مرحلة إنسان فاعل له إنجازات شخصية إلى مرحلة قائد يعمل تحت إمرته مجموعة من الناس هو مسؤول عنهم والقرار الأخير بيده؟ من أفضل تعاريف القيادة وأشهرها أن القيادة هي العمل من خلال الآخرين لتحقيق الأهداف. انتبه للتعريف، أنت غير موجود فيه، بل الموجودون هم العمل، الآخرون، الأهداف. أهم نقطة في القيادة أنها لا تعتمد عليك أنت، بل تعتمد على الآخرين. عملك هو أن تجعل الآخرين يعملون، وأحيانا أن تتركهم يعملون. عندما تكون فردا فيجب أن تركز على نفسك لأنك تنجز من خلالها، وعندما تكون قائدا فيجب أن تركز على الآخرين لأنك تنجز من خلالهم. لذلك كانت مهارة الاستماع للآخرين من أهم مهارات القيادة على الإطلاق. إن لم تكن تستمع لهم فكيف سوف تستفيد منهم؟ أتذكر حال الكثير من القادة عندما يعقد اجتماعات مع فريقه أو عندما يزورهم ويجالسهم، يكون في معظم الجلسة متحدثا وهم يستمعون له بدل أن يكون مصغيا لهم يستمع إلى أفكارهم. اسمعني أيها القائد، لا يوجد في الدنيا ذلك القائد الأسطورة الذي يحوي عقله كل الأفكار العظيمة المناسبة لجماعته والحلول لمشكلاتها، بل لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. كثيرة هي المشكلات العويصة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن الحل الصحيح من عنده، بل كان من صحابته. ففكرة أن يعسكر الجيش يوم بدر وهي معركة الفرقان كانت فكرة الحباب بن المنذر، وفكرة الخندق وهي أهم فكرة في أخطر غزوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فكرة سلمان الفارسي، وفكرة أن يحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره يوم الحديبية والتي كانت حلا لمشكلة عظيمة عندما تباطأ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمره يومها، كانت الفكرة لأم سلمة. فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكف عن مشاورة المسلمين والأخذ بصحيح آرائهم، فأنت والله أحوج منه، وهو أعظم الخلق وأذكى الخلق وهو المؤيد بالوحي. إياك أن تكتفي بعقلك فقط، وحولك الكثير من العقول. إياك أن تظن أن الشورى تنحصر في مجلس. انفتح على أتباعك، اسمع منهم وخذ منهم ما يصلح أمره. والسلام عليكم.